السلام عليكم، معكم فيليب وضاء مجددا من تقنيات الحلول البرمجية. نحن باليوم الثاني من سلسلة حلقاتنا. باليوم الأول طبعا تعرفنا على الـ RPA Robotics Process Automation بشكل عام، وليش هالانتشار واسع، وفوائد استخدامه، وبعض المشاكل اللي عم نواجهها بالimplementation، ليش نحن بنفضل نتوجه لنينتاكس تو بيلد اور ار بي اي بروجكت، لانه نينتاكس بس عم بذكر يونيفايد بلاتفورم امبيدنج يوز بوث تكنولوجي ار بي اي وبي بي اي توجذر، بزنس بروسيس اوتوميشن روبوتيك بروسيس اوتوميشن، هو كومبليت ديجيتال بروسيس اوتوميشن بلاتفورم نينتاكس. وبرجع بقول ورجعنا انتقلنا عفوا ل البوت او البلاتفورم تو جنريت بوت فلو، اللي هن ورك فلو بالترمينولوجي القديمه. بينتكس لما بنقول عم وي ار كرييتنج اي ورك فلو اون توب اوف نينتكس ار بي اي تكنولوجي بنسميها بوت فلو. هذه كانت الحلقه الاولى. بالحلقه الثانيه حنتعرف على بعض الاساسيات يلي نحن ممكن نستخدمها لبناء البوت فلو، مثل الكرييشن لفاريابل، مثل الفورمولاز، الاذر هاندلنج، البريك بوينتس، البوك مارك، اللوجيك، الليست، والامبورتنج للديتا. طبعا هذه الحلقات مسجله حتكون وشيرد معكم طبعا، وبعتقد البرزنتيشن حتى حتكون شيرد مع حضرتكم. حروح دغري للبوت فلو من سكراتش. طبعا اي ورك فلو بده فاريابلز، لانه ممكن نعمل الكالكوليشن انتراكشن مع اذر بلاتفورم، نجيب داتا والى ما هنالك. فمن هون على اليمين اذا بشوف البلس، انا من هون اي ويل كرييت ماي فاريابلز. هون عندي مثلا فاريابل هي كاونت، اللي هي حتكون نيميريك. عم نشوف هون التايب، في يكون تاكس، في يكون نمبر، في يكون ديسيمال، في يكون ديت، في يكون ترو اور فولس، يعني ريزلت للوجيك فانكشن. حاختار النمبر، حاعطيه فاليو 0. انبوت فاريبل، اوتبوت فاريبل. اوتبوت فاريبل نستعملها للريزلت، انبوت فاريبل نستعملها فيها تكون يوزد اس باراميتر. هلا ما بدي فوت انا كمان بتفاصيل يعني البروغرامينج، ما بدي خليها اكثر المحاضره موجهه لبزنس اودينس حتى. فتفاديا لاي مشكله لاحقا حنعمل تشيك للانبوت وللاوتبوت مع بعضهم. بدي اي كريت انذر فاريبل جاست فور، حسميها var result فور اكزامبل، حتكون بوليان هي او ترو فولس، حيكون الفاليو تبعها الديفولت فولس. كمان انبوت output. I will create variable تالتي حتكون text. text. وحسميها nintax RPA RPA training. تمام، حتكون كمان input و output. هيك بكون I created my variables. اوكي. هلا بنشوف نحن هون التوكن كمان. I will create token أو credential لما بدي أعمل access على external system، على database معينة مثلا، أو على web service. I want to call web service. إذا أنا اليوم جاي عم بستعمل REST service هون هنشوفها بآخر session، ممكن أحتاج credentials. So I will create credentials، يعني username password. من هون كمان بالplus فوت أنا بحط credentials، بحط name مثلا cred underscore web service، username sp underscore admin، let's say والباسورد هو 1234. كمان هون never save protected values bot flows، يعني بينعملهم disposing من بعد ما ينتهي الورك فلو، او بنخليهم saved هون بالورك فلو. هيدي بنشوفها لاحقا بس نوصل للويب سيرفيس. اوكي، صار عندي انا لكان كريدنشال، صار عندي فاريبلز، صار عندي بوت فلو. ننتقل للسكشن نمبر 2 تو كرييت اكسبريشن اند فورمولاز. بحتاج احيانا لفورمولاز لكالكوليشن، مثلا بحتاج اشوف اذا تكست كونتين اي سب تكست او اي لتر او اي كاركتر او اي نمبر. فانا بفوت على الفورمولا من هون من الداتا، بفوت على الفورمولا.
left pain من الفورمولا عندي كل انواع الفورمولا طبعا فيكم تجربوهم لما تكونوا عم تشتغلوا عندكم على اللوكالي وتشوفوا كل الفورمولا حفوت على اللوجيك فورمولا باللوجيك حفوت على كونتينز وطبعا اليو اي بيساعدني كم المعلومات التكست الاساسي هو الفاريبل اللي انا عملت لك ريشن من شوي اللي هي var text اللي هي nintex rta training والسبتكست عم شوف اذا كونتين ححط nintex اوكي واذا صح بيرد لي true واذا غلط بيرد لي false واي ويل سيف ذا ريزلت تو var result تمام وهيك انا اي كريتد الفورمولا فوت على الانتراكشن بحط مسج للريزلت بحط له فورمولا ريزلت ايكون هي انفورميشن فور اكزامبل والمسج هو حاستعمله فار ريزلت برجع بعيد انا شو عملت فتت على فورمولا قلت انه اذا الفاريبل تاكس اللي هي نينتكس تريننج هون عم بيعطيني اكزامبل مثلا كونتينز نينتكس يرد لي ترو اذا لا بيرد لي فولس طبعا اكزامبل كثير بسيط كثير سطحي بس فقط تنتعود نتعامل مع السيستم نحن راح اعمل ران هلا للورك فلو شكلي كثير سريع ورد لي دايركتلي ترو انه نينتكس تريننج كونتين نينتكس تمام حفوت على الايرور هاندلنج الايرور هاندلنج حامحي كل شيء طبعا مثل اي يو اي بنينتكس دراج دروب دان كوبي بيست كات ديليت اند سو اون بمجرد ما اكبس اعمل كنترول اي وديليت بمحي انا كل الاكشنز والاكتيفيتيز اللي انا عملتها وببتدي من جديد برجع افوت هون على الايرور هاندلنج طبعا بكل اكشن هي ممكن بتحتمل يكون فيها ايرور مثلا انا عم بقول اوبن عندي فولدر اسمه ماي دوكس اوكي حاجي احط اوبن فولدر سوري بالفايلز اوبن بالفايلز عم بجي هون على الاوبن فولدر وقل له يفتح لي فولدر اسمه ماي دوكس تمام سهل جدا حيفتح لي فولدر اسمه ماي دوكس طبعا انا هذا الفلو الاساسي مسمى بالتاسك التاسك يعني فلوز بسمى نيو تاسك فيني انا اسميه whatever مين فلو طبعا هذا المين فلو بحط اوبن فولدر اذا بعمل ران الان بنشوف هون انه عمل اوبننج للفولدر عفوا تمام فوت هون شوف الفولدر معلم وماي دوكس از اوبند طبعا اي اوبن ماني تايم لانه انا عملت ران للبروجرام ماني تايمز فوت بشوف ماي دوكس هو مفتوح بعمل مينيمايز هون وبرجع بسكر ماي دوكس واكزامبل كثير سهل ما عندنا مشكله فيه طيب فرضا انا جيت ححط تريفيال ايرور يعني من جيت انا حطيت قبل الاوبن فولدر ديليت للفولدر حفوت على الـ على الـ على الفايلز ححط ديليت فولدر شو هو الفولدر سيم فولدر اللي هو حيكون ماي دوكس يوز ريسايكل بن او ديليت بيرمننتلي اي دونت كير بهالحاله جيت انا وحطيت الاكشن قبل الاوبن فولدر طبعا تنزل الاكشن وحركها فيني انزلها بالاب اند داون كله انتراكشن مع اليو اي برجع بسكر عمل ديليت للفولدر اوبن فولدر حيفوت هو هلا يعمل ديليت للفولدر اوبن للفولدر لما بيجي بيعمل اوبن للفولدر حيلاقيه مش موجود لانه عمل له ديليت قبل فهيدي اكزامبل تريفيال او سطحي جدا بس تنعرف انه
أنواع الإيرور اللي ممكن تحصل معنا. طيب شو بدي أعمل بالحالي؟ مثل ما خلقت مين ورك فلو بدي أخلق تراي كاتش للإيرور هلا أنا، والكاتش هو سب ورك فلو حيكون، يعني لما أنا بيجي بيطلع لي الإيرور هأعمل هأعمل كاتش. ماشي، أول شيء بحط تراي كاتش، بيجي بحط هون بالفلوز، بحط set error task، ما بحدد شو هي التاسك، بعليها لف بحطها هون قبل الاوبن فولدر، هيدا السكشن تبع الارر تبعي، وبحط لها end، وبحط clear error task بالنهاية. طبعا منزلها وحدي، حصلت الارر بالset error task والclear error task. طيب I will create error task. شو يعني error task؟ يعني error sub workflow. اوكي، لما بيصير عندي error بالopen folder بدي to create sub workflow يمشي عليه لاتفادى هذا الارر او تعالج هذا الارر او مثلا نبه عن هذا الارر، يمكن ما عالجه ولا اتفاداه يعني، بس انه نبه عن هذا الارر او سجل بلوجز معين انه حصل عندي error. فانا بفوت هون I will create a new task او new workflow اللي هو الورك فلو تبع الكاتش. New task هسميه other task، حط لها notes هون this task is for handling folder opening errors. تمام، هيدا جيت حطيت لها نوت، هيدا الايرور تاسك، هيدا ورك فلو. طيب جيت انا اليوم برجع العيد بالمين فلو، عملت ديليت لفولدر اللي هو ماي دوكس، عملت اوبن لفولدر اللي هو ماي دوكس، ما لقيته، الايرور حصلته باول اوبن قبل الاوبن ماي فولدر ومن بعد الاوبن ماي فولدر. تمام، طيب حيجي لهون يعمل ديليت للفولدر، خلينا نتخيل السيناريو، بيرجع بيجي بيعمل اوبن للفولدر ما حيلاقي، فبيروح على الايرور تاسك. شو لازم اعمل بالايرور تاسك؟ بدي اعالج الخطا، فجي بيجي بعمل كرييشن للفولدر اجين، بيجي بعمل فايلز كرييت فولدر، والفولدر بسميه ماي دوكس. تمام، عملت كرييت للفولدر، وشو برجع بقول له هلا؟ طيب برجع بعيد، دخل على سيت ايرور تاسك، عمل اوبن للفولدر اوكي وسكر، طلع عنده ايرور، طلع من الايرور وراح على الايرور تاسك، عمل كرييشن للفولدر. طيب شو بقول له هلا يعمل؟ عمل تراي كاتش تو ريزيوم تو كونتينيو، ولا يرجع يعيد الاكشن هي ذاتها؟ لا، انا ما لقيت عملت اوبن للفولدر، لقيت في خطا، رحت بالهاندلنج للخطا، رجعت عملت كريشن للفولدر، هلا برجع بقول له يعمل الاكشن هي ذاتها. فوت على الفلوز بالكاتش سكشنز وبقول له اعمل ريزيوم، بس ريزيوم سكيب ذا اكشن او ريتراي ذا اكشن او جو تو ستارت جو تو توب او جو تو بتن، حقول ريتراي ذا اكشن، هالاكشن اللي صار فيها عندك ايرور عمل لها ريتراي اجين بعد ما انا عملت لها كريشن للفولدر. تمام، ريزيوم اكيد بنزلها من بعد ما عملت كرييشن للفولدر، بقول له رجع عيد الاكشن. كثير مهم الترتيب هون، ححط بريك بوينت. البريك بوينت هي بتساعد انا اعرف وين صرت، توقفني محل ما صرت، وانا بكمل من عندي، بس تو ديباج او تعرف الفلوك عم يمشي بشكل بطيء. هاعمل بريك بوينت، بعمل رايت كليك على الاكشن بحط بريك بوينت. طبعا اذا بفوت هون على بريك بوينت بفرجيني انه بالمين فلو في عندي بستيب 1 بستيب بس حاطط بريك بوينت. اذا بفوت على التاسك او على الورك فلوز تبعوني بلاقي التاسك حط بريك بوينت هون، تشوف شو عم بيصير. برجع بفوت على بريك بوينت بشوف انه اعطيني بلاقي التاسك باللاين 1 عندي بريك بوينت، بالمين فلو باللاين 1 عندي بريك بوينت، بالمين فلو باللاين 3 عندي بريك بوينت. اوكي، سو حفوت اعمل اكزكيوشن الان،
فوت على المين تاسك، فوت اعمل اكزيكيوشن. بنشوف هون وقف عند ديليت فولدر، انا بقول له يكمل لانه حاطط بريك بوينت. اعمل ديليت للفولدر، هذا الفولدر مش مبين. عفوا انا هون بالاذر ما قلت له على اي تاسك يروح، فبرجع بقول له يروح على الاذر تاسك. تمام، هرجع عيد. I will create a new folder سميه my docs اوكي، وحرجع عيد. شوف هون حيعمل ديليت للفولدر، set error task فات عليها، حيعمل open للفولدر حيلاقي فيه error. لوين بيروح؟ فات على الورك فلو اللي هو error task. شو بيعمل؟ بيعمل creation للفولدر. بنشوف هون انخلق الفولدر من جديد، ورجع لما انا قلت له هون اعمل resume للتاسك للاكشن اللي صار عليها error، رجع على المين فلو ودخل لهون على الاوبن فولدر اللي صار عليها ايرور. هلا بفوت بيفتح لي الفولدر، بنشوف هون فتح الفولدر وفينش ترانينج وان تايم. تمام، فتح لي الفولدر اللي هو ماي دوكس. هيك بكون عملت هاندلنج للايرور. طبعا اذا بنعيدها اكثر من مره، هيدي اذا في حدا ما قدر كثير ينتبه على الفكره، اذا بالاعاده بنلاقيها كثير سهله. اهم شيء انه تكون منظمين الايرور تبعنا. اوكي، الايرور بروسيسنج تبعنا، يعني في تاسك هون سيت ايرور تاسك، بدنا نسيم مثلا نحن بنحط اي تاسك يفوت عليها على اي سب ورك فلو يفوت لما بصير في ايرور. حصلنا الايرور بين هيدا اللاين وهيدا اللاين، وكل شيء من داخله بيحصل ايرور، حنروح على الايرور تاسك او على السب ورك فلو اللي هو تاسك ايرور تاسك. اوكي، فتنا على الايرور تاسك، قلنا له يعالج الخطا بكرييشن لو فولدر ويرجع ينطلق من محل ما بلش الخطا من جديد. اوكي، عملنا ديليت للفولدر، حاشيل البريك بوينت الان، حاشيل البريك بوينت الان لسهوله التسميه. حسميها ايرور ورك فلو فور اكزامبل، ايرور سب ورك فلو. وحادخل على المين فلو سيت ايرور تاسك، حادخل على ال ايرور سب ورك فلو. اوكي، برجع بعيد، انا عملت ديليت للفولدر، صار عندي ايرور، حصلت الايرور سوري عملت ديليت للفولدر، دخلت اعمل اوبن فولدر طلع عندي ايرور. اكيد حصل الايرور بين هيدا اللاين وهيدا اللاين، شو بيصير بالداخل ايرور؟ بروح على السب ورك فلو، بالسب ورك فلو عملت كرييشن للفولدر من جديد. اوكي، وقلت له بالريزيوم، اهم نقطه هون بالريزيوم، انه يرجع يعمل ريتراي للاكشن اللي صار عليها ايرور. فهيك بكون انا عالجت الايرور. هلا اذا بدي احط مسج هون، إذا بدي أحط مسج هون بالانتراكشن، حقول إنه أنا وين دخلت؟ alert error solve icon information، حقول لهم error solved، حنزله لتحت من بعد ما يكون عمل opening للفولدر. أول مرة ما حيدخل على الـ error solved لأنه حيكون راح على الاكسبشن، بالاكسبشن كمان بحط مسج حسميه ايرور هاندلنج ايكون انفورميشن ايرور سكشن اندر بروسيس. هحطها قبل الريزيوم. تمام، برجع بدخل انا الان،
وبعمل رن من جديد. بس انا ما كنت مخلص ال ما كنت مخلص ال عفوا ال الورك فلو اللي كنت عامله بريك بوينت. هرجع عيد من جديد فوق البروسس كله. عندي ماي دوكس الان هرجع احطه على السريع جدا. هيقول لي ايرور سكشن اندر بروسس، طلع لي ايرور، اعمل بروسيسنج، رجع قال لي ايرور سولفد. شفنا اول مره ما فات على ايرور سولفد يلي هي هون، على ايرور سولفد اول مره، فات على ايرور بروسيسنج لانه ما وصل له، كان في ايرور، فات على ايرور بروسيسنج رجع له. تمام، كمان بدنا نعيدها اكثر من مره، كثير كثير سهله، كثير واسعه، مهمه جدا، بنقدر نعمل هاندلنج لاكثر من باكثر من طريقه، كثير اوبن على الهاندلنج للايرور، فينا نتحكم فيها بشكل كثير فائق اذا بدنا بصلاحيات واسعه يعني. هذا بالنسبه للايرور هاندلنج. حارجع كمان امحي كل شيء، سوري، حارجع للمين على الاذر سب ورك فلو، حامحيها، حامحي كل شيء هون، حارجع اروح للبريك بوينت والبوك ماركس. طبعا برجع بعمل كنترول زي. اذا انا عندي بريك بوينت شفناها، اذا انا بدي اوقف عند اكشن بحط بريك بوينت، عملت كنترول اول كنترول اي يعني بريك بوينت شلناها، فيني فوت على اكشن وحده حط عليها بريك بوينت، وبالبريك بوينت فرجيني اي اكشن انا باي ورك فلو حاطط بريك بوينت. اوكي، بالمين فلو، بالسب فلو، الى ما هنالك. كمان نفس الشيء بالنسبه للبوك مارك. بوك مارك اذا في عندي اكشن بدي ارجع لها باكثر مره تشوفها، مثلا عندي بوك مارك للمسج للمسج هون، اذا فوت على البوك مارك بلاقي انه انا حاطط بوك مارك هون، اذا فوت عليها بكبس عليها بفرجيني اياها وين هي موجوده. لا اكشن انا ممكن ارجع لها فور ريفيو او فور دوكيومنتيشن الى ما هنالك. طبعا البوك مارك يستعمل بعده طرق. حادخل على اللوجيك اند لوب، حارجع امحي كل شيء كنترول اي، اكبس على الديليت. اوكي، فوت على اللوجيك اند لوبس هون، حط لوب هون الان. اسهل شيء اللوبس، تستعمل بكل البروجرامينج لانجويج، بكل الورك فلوز بلاتفورمز للايتريشن. حط اكزامبل كثير بسيط، حط 10 تايمز بروسيسنج، فيني انا حط ليست فور ايفر الى ما هنالك، بس حطيت اكزاكت تايم بروسيسنج. طبعا بقلب اللوب ححط انكريز ذا فاريبل، طبعا انا ما انسى عندي فاريبل هون اسمها كاونت، الفاليو تبعها زيرو، حعمل انكريز ذا فاريبل من خلال الداتا، حط انكريز فاريبل اللي هي الكاونت، وحط لها انكريز باي 1 10 مرات. اوكي، ححط بالاخر هون بالانتراكشن حط مسج او وقول count final result. احط variable count اذا صارت بعد 10 processing. اوكي، فتنا على اللوب، عملناها 10 مرات، increase variable count 10 by 1 10 مرات، اللي هي كان value تبعها حاطط الفاليو زيرو، بس انا لانه عملت لها رن. انا ما تنسوا في هون شغله بدنا ننتبه لها، لما نفوت على الاكشن دائما بدنا نسكر رن تما تعمل اكزيكيوشن، فهون صارت 1، فيني انا ارجع فوت حطها زيرو. فوت انا على البروسس، برجع بعيده من جديد، اي ويل لوب الكاونت 10 مرات وارجع اعمل alert للكاونت قد ايه صارت. الكاونت فاينل ريزلت هو 10 بعد ما عملت اللوب، كثير سهلة. فينيش ترانينج وان تايم، حارجع كمان امحي كل شيء،
وارجع ابتدي من جديد. حفوت على القوائم الليست. الليست فينا نعتبرها نحن هي اللوكال داتابيز عندنا باي بلاتفورم، باي ديفلوبمنت بلاتفورم اللي شغال على الانتيتي فريم ورك، اللي شغال على اللوكال دي بي بالفيجوال ستوديو مثلا، بيعرف لشو بنستعمل نحن اللوكال داتابيز. خلينا نستعمل نعتبر للان انه الليست هن اللوكال داتابيز عندنا. ليش؟ لانه اذا عندي انا انتراكشن او ترانزاكشن كتير على اكسترنال بلاتفورم، بدل ما اعمل كولز بعدد كبير بيجي معمل كالكوليشن كله عندي، بيجي معمل بريفلكشن او بروجكشن للكالكوليشن على الاكسترنال داتابيز، والعكس صحيح طبعا. اوكي، فوت انا على الليست، كثير عندي صلاحيات واسعه، كلير ليست، كرييت ليست الى ما هنالك. فوت انا على الفاريبلز، اي ويل كرييت وان ليست كثير هيني، سميها شو بدك نسميها، var invoices او سوري ليست، list of invoices. I will create column. I can edit column. I can delete column. Move column right left. إلى ما هناك نفس الشيء بالنسبة للرو. I will create another column. حسمي client for example. Keep window open to add another column. حسمي ال country. حط قلم اسمه الاي دي، ما بعرف اذا بيقبلها بالطريقه هيدي، وحط قلم اسمه التايب. خلصنا. هلا بدي زيد روز، كلاينت هو نينتكس، كاونتري يو اي اي، الاي دي هو 12546 مثلا، والتايب هو purchase order. keep window open. client هو مايكروسوفت. country هو KSA. الID هو 4798. والتايب هو invoice. تمام. هيدا أول list. صار عندي local list عندي موجودة. I will create another list مثلا. list invoice number 2. وحزيد عليها كولم مثل الأولي. بس ترجع اتذكر شو زدنا بأول list. client. country. والاي دي للانفوس او للباشس اوردر والتايب. اوكي، بزيد انا عليها هون روز، هيدي ليست ثانيه اسمها ليست انفويس 2، حزيد عليها كلاينت هو اي بي ام فور اكزامبل، كاونتري هو اونلاين او خلينا نقول اوكي، الانفويس هو 4478، التايب هو بي او. keep window open تزيد واحدة تانية. الكلاينت هو خلينا نسمي SAP بحرين. الاي دي للانفويس هو او للبي او هو 9922، والتايب هو بي او. خلصنا. صار عندي اثنين ليست، كل واحدة فيها اثنين كولمز واربع روز. برجع بشوفهم. اول ليست هو ليست انفويس 1، وثاني ليست هي ليست انفويس 2. فيها اثنين روز، بجي بعمل مرج لهول ليست مع بعضهم. هذا سمبل اكزامبل طبعا. وين المرجينج؟ مرج ليست، مرج ليست. اوكي تمام. ليست انفويس 1، وفي عندي list invoice 2، وسجل الريزلت بالlist invoice 2. يعني انا هعمل merging للlist invoice والlist invoice 2 وسجل الريزلت بالlist invoices 2. شو حيصير عندي هون؟ اثنين
اثنين اربعة، حيصير عندي اثنين اربعة لانه نقلت الانفويس 1 على الانفويس 2. اوكي حاجي اعمل run، صار عندي اثنين اربعة، حفوت على list invoice 2 شوف انه سجلت عملت merging للانفويس 1 والانفويس 2 ب 1 list. تمام هيدي هي الليست، اكيد عندي كثير اكشنز اعملهم بالليست، كثير اكشنز اوف ستيكيتد اكشنز، اوبن كويري، كرييت كولم، ديليت كولم، كرييت رو، الى ما هنالك. هيدي فيما خص الليست. حانتقل لاخر بارت هون الامبورتنج داتا. اذا انا عندي اكسل شيت مثلا هون بدي اعمله امبورت، هيدا وان هيدا اكزامبل صغير حنشوف فوائده بعدين، بدي احطه بلوكال داتابيز عندي لوكالي على البي سي. بفوت انا لهون، اذا بشوف هون عندي فور اكزامبل ان اكسل شيت كونتيننج انفويسز، الكلاينت نين تاكس تايب بي او، الاي دي هو 1439، الكلاينت هو مايكروسوفت، التايب هو انفويس، الاي دي هو 2456 او النمبر للانفويس. اوكي بدي اجي اعمل له امبورت وحطه بلوكال داتابيز عندي. حشوف فوائده بعدين، هذا السيشن برجع بذكر بيور تكنيكال. حفوت انا لهون، حفوت على ال سوري داتا، امبورت للداتا، ديسكتوب انفويسز، بيطلع لي الداتا سورس ريكورد هن 3 شافهم، اي شيت فيني نقي الشيت اللي بدي اياها من البيجينينج للاند، فيني احدد كمان اكزاكت رو واكزاكت رو اند اكسكلودينج شيء ثاني مثلا. عملت انبوت طلع لي الريزلت، عندي 3 فيلد وعندي اللانس تبعهم لكل فيلد. نكست بسجلها بلوكال داتابيز اسمها انفويسز، and I'm done. هيك بكون عندي local database هي عبارة عن ال invoice. عم شوفهم هون. Field 1, Field 2, Field 3. Client, Type وال value تبعهم. وإلى ما هنالك. تمام؟ هيك بنكون خلصنا السيشن لليوم. السيشن المقبل اللي حتكون عن الاوتوميتنج اكسل حتكون سيشن كثير شيقه، كثير فيها انتراكشن مع بزنس كيسز يعني، وحتكون ان شاء الله تعجبكم. بتامل اليوم قدمنا نحن المطلوب، طبعا قلنا اليوم هي مقدمه او تمهيد تكنيكال تنبلش بالنكست سيشنز. هذا الفيديو برجع بذكر حيكون شيرد مع حضرتكم، وحيكون ان شاء الله من خلال الاخ محمد عبدين اللي هو مسؤول عن التريننج، حيكون هو من جهه نينتكس هو الريسبونسبل يوزع لكم الفيديو وتشير ماي ايميل فور كويشنز فور كيو اند اي، لاي مساهمه لاي توضيح. مشكورين وبنرجع نشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي.